ممكن اقول لك ملحوظه. طبعا. ان الاحظ ان الحراس او اللي هما بيتعاملوا مع الحيوانات كبار كلهم في السن، انا مش شايف شباب. ايه الظاهره دي؟ لا طبعا بشكر انا الامن، انا الامن طبعا. احنا الحقيقه فعلا الحديقه يعني احنا مفتقدين طبعا تعيين عمال جداد، لان احنا محتاجين عنصر الشباب يكتسب الخبره دي. من انا بعتبر دول خبراء، يعني العمال اللي موجودين دول مش بس عامل بينظف او بياكل، لا ده راجل فاهم كويس جدا سلوك الحيوان، فاهم ازاي يقترب من الحيوان، ازاي يتعامل معاه، والحيوان صاحبه وفي علاقه انسانيه. ده حقيقه فعلا. حتى المفترسات بقى انا اصحاب شوف. هذه الشخصيات عارف ان ده اللي بيخدمه وده اللي بيأكله. انا لما افتقد ده بالسن لا قدر الله، يعني 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 اكيد اكيد ان انا محتاج جيل جديد. حضرتك اصبت نقطه مهمه جدا، احنا فعلا محتاجين اجيال تكتسب الخبره من هؤلاء، لان دول اكتسبوا برضو الخبره من خبراء قبلهم. ايه اللي منع؟ طبعا يعني هي طبعا في سياسه دلوقتي برضو انه التعيينات، لان فعلا في زياده في بعض التخصصات مش مطلوبه، ولكن في تخصصات اللي هي المهمه دي عمال السواقين، الورش، الورش دي خبرات، عارف كل مسمار هنا وعارف طبعا كل. عندي سؤال، انت عندك كم عامل؟ احنا هنا نقدر في حدود 80 عامل. 80 انا بقى يعني انا اخشى خلال سنتين ثلاثه ومعاشات ومش معاشات هيبقى في تلاشي هيصلوا للخبره كبيره، ممكن النص كمان. النص؟ طب هتعوض ده ازاي؟ لان في طبعا السن كبر جدا، هتعوض ده ازاي؟ وكلهم دفع يعني كلهم قريبين في السن من بعض. بالظبط، هتعوض ده ازاي؟ فلابد ان يبقى في تعيينات. احنا دلوقتي يعني مثلا احنا تغلبنا على عمال النظافه وكده، احنا جبنا شركه نظافه ماشي، ده عبء. لكن الحراس، الحراس دول خبرات نادره، دول فعلا ده صنف نادر ده. بالظبط. فاحنا يعني في دراسه مكتوبه دلوقتي للجهاز المركزي لتنظيم الاداره. عايز ايه بقى؟ ان احنا نعين عمال وحرفيين، يعني احنا مش عايزين اداريين. اداريين والحقيقه برضو الاطباء بقى فيهم برضو عدد قليل جدا، لان برضو الطبيب بيطري هنا برضو طبيب مش عادي، يعني مش طبيب بيطري زي اللي هو في الحقل عادي بيتعامل مع حيوانات اليفه. فهمت عليك. ولكن برضو كمان انا لاحظت بعض حاجات انا كان لازم اقولها لك، يعني مثلا الكوبري اللي احنا قاعدين واقفين عليه ده كوبري اثري في جبلاية اثريه بيطل على اماكن اثريه، يعني انا لما اشوفه مقفول بزعل. ايه اللي قفله؟ طبعا الكوبري يعني الحديقه عمرها 130 سنه، 130 سنه فعلا ما اتعملش حاجه خالص، اي صيانه لهذه الكبل. الكوبري في خطوره على بعض. الكوبري ده عامله اعتقد المهندس جوستاف ايفيل اللي هو عمل برج ايفيل في باريس. مظبوط. وعمل الكوبري قبل البرج ب 10 سنين. يعني قبل برج ايفل، قبل برج ايفل نفسه. فطبعا يعني المهندس جوزيف ايفل هنا يعني دي اشتغل هنا قبل ما يعني تجربه الاولى. بالظبط، او مشاريع الاولى. بالظبط. والكوبري بيتميز بعدم وجود لحمات و ده عمره قد ايه ده؟ وهزاز في نفس الوقت. ده قبل الحديقه، قبل انشاء الحديقه ده في حدود 150 سنه. 150 سنه يعني قرن ونص. بالظبط. احنا واقفين دلوقتي على بالزبط. تاريخ عمره قرن ونص. بالظبط. فطبعا برضو عشان احنا يعني من جالنا زياره مع معالي وزير الزراعه برضو السفير الفرنسي، وطبعا يمكن موضوع الكورونا اخر شويه موضوع التطوير بتاعه، لكن كان في مشروع للتطوير، في مشروع للتطوير خاص بيه. بيقول ايه؟ بيقول ايه المشروع؟ المشروع ان احنا نرد الاثر الى اصله عشان ما نشوهوش، لان ده اثر كبير. ده محتاج قد ايه؟ فلوس قد ايه؟ ده محتاج في حدود 3 مليون جنيه. 3 مليون دولار ولا جنيه؟ جنيه فقط لا غير؟ فقط لا غير. لان يعني هو في لحمات او حديد تاكل، في خطوره على لو اعداد يعني زياده. يعني هل السفير الفرنساوي يتكلم عن في منحه معينه تيجي؟ هو طبعا وعد ان هو ممكن يساعد فيه، ان هو السفاره ممكن تساعد فيه. مش ده تراث واثار؟ بالظبط. وفي نفس الوقت يرد الشيء لاصله عشان ما يحصلش اي تشويه. دكتور خالد العناني وزير الاثار متواصل معاك في هذا الموضوع؟ طبعا هي الاثار الحديقه كلها مسجله كاثر كويس، وباسوارها بابواباتها بالجبليات اللي موجوده فيها دي، كل دي اثار. احنا عندنا كام جبليه؟ احنا عندنا اربع جبليات. اقدامهم؟ اقدامهم هم كلهم مع بعض، يعني كلهم كويس. في تاريخ انشاء واحد، يعني كلهم برضو 150 سنه تقريبا. 150 سنه. دي اصول ملكيه، الجبلات منشاه قبل حديقه الحيوان. مظبوط. الجبلات الملكيه. لان دي كانت اصول ملكيه فيها الكوبري وفيها الجباليات دي موجوده، ويمكن الجباليه الملكيه كانت بتستخدم لاستقبال الوفود ايام الخديوي. فكلها مسجله اثار الحديقه بالبوابات بالاسوار بالكوبري.